أهلا بكم مشاهدينا في برنامج اتجاهات الصحافة، ونناقش في حلقة اليوم فرنسا وحقيقة التدخل العسكري في ليبيا، الأزمة الليبية بين مصالح الخارج وحوار الداخل، المواطن الليبي أزمات اقتصادية ومعيشية متراكمة. نناقش هذه الموضوعات مشاهدينا مع ضيفنا عبر سكايب من تونس، مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد أخشانة. أهلا وسهلا بك سيد أخشانة. مرحبا أستاذ علي، وتحية إلى مشاهدينا الكرام. أثار خبر مقتل عسكريين فرنسيين إثر سقوط مروحية عسكرية في الشرق الليبي اهتمام وتساؤلات الصحف المختلفة عن حجم دعم الغربي لبعض الأطراف، حيث تناقلت أيضا تصريحات مسؤولين في ليبيا وفرنسا التي أكدت الوجود العسكري على الأرض، فضلا عن ردود الأفعال في الداخل الليبي ورأي العام الفرنسي. ذكر موقع فرانس 24 أن قائد سلاح الجو في القوات الليبية الموالية للبرلمان المعترف به في شرق البلاد العميد صقر الجروشي أعلن الخميس أن مجموعات من العسكريين الفرنسيين والأمريكيين والبريطانيين تعمل في ليبيا على مراقبة تحركات تنظيم الدولة الإسلامية. ونقل الموقع الفرنسي عن الجروشي قوله إن أعداد هؤلاء العسكريين يبلغ نحو 20 عنصراً، تقضي مهمتهم بمراقبة تحركات تنظيم الدولة الإسلامية وكيفية تخزينه للذخائر، وأضاف على أنه لا يوجد طيارون أجانب يقومون بالحرب نيابة عن طيارنا ومقاتلينا. وأشار الموقع إلى أن تأكيد جروشي وجود قوات أجنبية في ليبيا جاء بعد يومين من إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مقتل 3 جنود فرنسيين في تحطم مروحية في الشرق الليبي في أول إعلان فرنسي عن وجود عسكري في ليبيا. ونوه موقع فرانس 24 إلى أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا تعترف بشرعية حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ولا تعترف بالحكومة الموازية في البيضاء، رغم أنها تساند القوات التي يقودها حفتر. نشر موقع الجزيرة نت تقريرا بعنوان حرب فرنسا السرية في ليبيا، رصد فيه ردود الأفعال إثر الاعتراف الفرنسي بمقتل جنود فرنسيين في ليبيا. وأوضحت الجزيرة نت أن صحفا فرنسية تطرقت لاعتراف باريس للمرة الأولى بوجود قوات فرنسية خاصة في ليبيا، بيد أنها تفادت الخوض في تفاصيل الانتشار العسكري الفرنسي في ليبيا. وأضاف الموقع أوردت جل الصحف الفرنسية تصريحات الرئيس فرانسوا هولاند ووزير الدفاع جان إيف لودريان التي أقر فيها بأن قوات خاصة فرنسية تنفذ مهاما استخباراتية خطيرة ضمن عمليات تستهدف الإرهاب. وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن فرنسا كانت تقر فقط بأن طائراتها تحلق في سماء ليبيا لجمع معلومات ضمن مجهود لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وأشارت إلى تحقيق نشرته صحيفة لوموند في أواخر فبراير الماضي بعنوان حرب فرنسا السرية في ليبيا، والذي أكدت فيه لوموند أنها على علم بوجود قوات فرنسية خاصة في الشرق الليبي، كما تحدثت عن ضربات جوية منسقة محددة الأهداف بين فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا لمنع توسع تنظيم الدولة في ليبيا. وبمجرد نشر التحقيق الصحفي فتح وزير الدفاع الفرنسي تحقيقا لتحديد مصدر المعلومات. وختمت الجزيرة نت تقريرها بالإشارة إلى استياء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج من نشر قوات فرنسية في الشرق الليبي دون علمه. وأوضح الموقع أن مظاهرات خرجت في طرابلس ومصراتة ومدن أخرى تندد بالتدخل الفرنسي. أبدأ معك سيد أخشانة من تدخل فرنسا العسكري الذي بات حديث الصحافة الفرنسية والدولية أيضا، وهنا موقع فرنسا 24 نقل عن قائد سلاح جو الكرامة صقر الجروشي وجود مجموعات بريطانية وأمريكية كذلك. كيف تنظر إلى ما تسميه بعض الصحف ازدواجية التعامل الفرنسي والدولي مع الأطراف في الداخل؟ في الحقيقة التدخل العسكري الفرنسي ليس جديدا، وكانت صحف فرنسية وصحيفة التلغراف البريطانية أيضا في شهر فبراير الماضي أشارت جميعا إلى وجود هذه القوات الفرنسية
في ليبيا. وطبعا الرئيس الحالي الفرنسي فرانسوا هولاند يختلف عن سلفه في أنه يعتبر أن التدخل العسكري في ليبيا لابد أن يكون محاطا بالسرية، ولكن لذلك هو اغتاظ لما نشر تقرير صحيفة لوموند وغيرها من التقارير التي كشفت الغطاء عن هذا الوجود. في الحقيقة فرنسا تتحرك في ليبيا انطلاقا من مصالحها الاستراتيجية، هي تعتبر أن منطقة فزان وجنوب ليبيا هو حصتها من الكعكة التي تتقاسمها الدول الكبرى المتدخلة في ليبيا الآن، الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا. وبالتالي هي تعتقد أن هذه المنطقة جنوب ليبيا هي امتداد للنيجر وتشاد وغيرها من المناطق التي فيها نفوذ فرنسي قوي، وهذا سبب تدخلها ووجودها العسكري في ليبيا الآن. نعم، في نفس السياق الجروشي يقول إن العسكريين مهمتهم مراقبة تحركات ما يعرف بتنظيم الدولة ولا يوجد طيارون أجانب معهم. كيف تصور فرنسا والغرب عامة حرب الإرهاب في ليبيا؟ هل بات الموقف يقتصر على من يحاربهم حفتر، لسيما مع قلة دعم قوات البنيان المرصوص في سرت؟ لا، بالعكس، هناك حلقات متكاملة بين التدخل الأمريكي والتدخل البريطاني والفرنسي، باعتبار أن هناك من يقوم بعمل الاستخبارات كما حصل مع الضباط الفرنسيين الذين قتلوا في عملية المروحية أخيرا في بنغازي، وهناك من يقوم بعملية تنفيذ الغارات. نحن نعلم أن الطائرات الأمريكية F-15 وكذلك طائرات بدون طيار تنطلق من قاعدة سيغونيلا في جنوب إيطاليا للقيام بضربات جراحية إن صح التعبير، وذلك بناء على المعلومات الاستخباراتية سواء التي تجمعها الأجهزة الأمريكية أو الأجهزة الفرنسية. وهناك إقرار بأن هناك تكاملا بين هذه الأطراف وتبادلا للمعلومات التي تسهل القيام بعمليات في ليبيا. نعم. طيب، موقع الجزيرة أيضا تحدث عن الموضوع نفسه في تقرير له كان بعنوان حرب فرنسا السرية في ليبيا، رصد فيه ردود الأفعال أو ما تنقلته بعض الصحف الفرنسية. كيف قرأت اهتمام الصحافة الفرنسية هناك وكشفهم لوقائع كانت تخفيها السلطات بشأن هذا الموضوع؟ كما أشرت آنفا، الصحافة الفرنسية تعتبر أنها اكتشفت لأول مرة هذه المعلومات، إذ أن الرئيس فرانسوا هولاند يفضل كما قلت أن تحاط بالكتمان مثل هذه العمليات. ولكن عندما يقتل فرنسيون هناك رد فعل من الـ الإعلام ومن المجتمع المدني الفرنسي الذي يحاسب الحكومة على موت أبناء شعبهم في بلد آخر، ولذلك اضطرت الصحافة واضطر المسؤولون الرسميون أنفسهم أن يكشفوا هذا الجانب من تدخلهم في ليبيا. إذن هناك إن صح التعبير رقابة على الحكومة في مجتمع ديمقراطي تجعلها مطالبة بتقديم جردة حساب إلى الرأي العام. وقبل ذلك كانت الحكومة تتكتم عن كل هذه التدخلات ولا تنبس ببنت شفه كما يقال حول مداها وعمقها وعدد المشاركين فيها. نعم. طيب، من ردود الفعل في الداخل الرسمية، المجلس الرئاسي إعلاميا أعلن استياءه من تدخل فرنسا وهو يقول في بيانه أن تدخل فرنسا كان دون علمه. ماذا يمكنه أن يقدم في هذا الملف أصلا في تقديرك؟ لا أعتقد أنه مشرف للمجلس الرئاسي أن يتصرف بهذه الطريقة مع دولة أجنبية تنتهك المجال الجوي الليبي، بل توجد في قواعد عسكرية كما أقرت بذلك التقارير الصحفية الفرنسية، تقول أن هناك وجود في مصراتة، في طرابلس، في بنغازي. فكل هذا إذا كان يتم بدون علم الحكومة الليبية فهذه مصيبة، وإن كان يتم بعلمها وتزكيتها فالمصيبة أكبر. إذن على الحكومة في تقديري محافظة على المصداقية لدى الرأي العام الليبي أن تتجه إلى الحكومة الفرنسية بموقف صارم من وجود قوات أصبحت الآن معلومة الوجود ومعلومة حتى العدد والجهة التي تديرها. التقارير الفرنسية تشير إلى أن المديرية العامة للأمن الخارجي DSGE هي التي تقوم بهذه العمليات وتديرها في ليبيا. إذن هناك جهة رسمية فرنسية هي التي تقوم بهذا التدخل، وبالتالي لابد للحكومة الشرعية في ليبيا أن توقف هذا الأمر عند حده. نعم، وبهذا ننتقل إلى المحور الثاني، ابقوا معنا جميعا. يا
يرى مراقبون أن مسار الحل السياسي المنبثق عن اتفاق صخرات الذي تم برعاية أممية دولية لا يعد كافيا وقادرا على حل الأزمة الليبية، ويرى البعض أن تدخل الغرب وتعامله مع ليبيا وفقا للمصالح زاد المسافة بين الفرقاء الليبيين، معتبرين أن الحل يكمن في العودة إلى حوار داخلي يتفادون فيه الأخطاء السابقة. ذكر الكاتب والباحث الليبي جبريل العبادي في مقال بالموقع الإيطالي أرب بريس أن تدخل الأجنبي في الأزمة الليبية يعتبر عودة للمستعمر بنكهة المساعدة على الحل بطبخة خارجية حسب تعبيره، وأوضح أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحكمها البراغماتية الميكافيلية في التعامل والتعاطي مع الأزمة الليبية جراء رؤية مشوشة بمعلومات مغلوطة ومضللة لأجهزة المخابرات تحكمها مصالح ضيقة تسعى نحو إعادة تدوير جماعات الإسلام السياسي وتوطين الإرهاب وشرعنة الميليشيات بدلا من حلها، قد لا نجد لها مبررا سوى سيطرة نظرية الفوضى الخلاقة في بلد يملك أطول شاطئ قبالة الجنوب الأوروبي، ما جعل المستفيد من استمرار الفوضى في ليبيا يمكنه ابتزاز أوروبا في أمنها. وخلص كاتب المقال للقول في اعتقادي لإنجاح الحوار عليهم العودة به إلى ليبيا والتوقف عن الاستقواء بالخارج والتوقف عن استباق سوء الظن، وأولى خطوات الحوار الوطني الجاد والأساسية الاستماع للآخر، فالاستماع نصف الحل. وأضاف الكاتب لهذا نحن في حاجة للحوار المحلي والتوافق عليه وليس بالضرورة الاتفاق، فالتنوع والاختلاف يعد نتيجة طبيعية، ونحن شعب له إرادة وطنية لن يسمح بأن تفرض عليه حكومة فرضا ولا حكومة وصاية برعاية انتداب أجنبي. ذكر الكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفديه في مقال على صحيفة العرب اللندنية أن حل الأزمة الليبية هو العودة إلى صاحب الشأن الأصلي أي الشعب الليبي في انتخابات نيابية يخوضها ممثلون عن كل بقعة من بقاع ليبيا في مناخ جديد غير مناخات سابقة حصلت في انتخابات المؤتمر الوطني وخليفته مجلس النواب. وقال الفقيه لا بد من الاعتراف بأن البحث عن حل يبدأ من حقيقة واضحة جلية، وهي الاتفاق الذي أوصل المجلس الرئاسي إلى الحكم وصل إلى طريق مسدود، ولم يعد ممكنا أن يواصل الليبيون معالجة النهايات الميتة كما يقول التعبير الشهير. سيد أخشانا، في المحور الثاني نلاحظ أن البعض يقترح حلولا بتغيير المسار السياسي كليا، وهنا الكاتب والباحث الليبي جبريل العبادي على الموقع الإيطالي أرب بريس خلص إلى أن إنجاح الحوار يكون بعودته إلى ليبيا والتوقف عن الاستقواء بالخارج، هل توافقه الطرح؟ في الواقع هناك تكامل بين رأي الأستاذ جبريل العبيدي والأستاذ الكبير أحمد إبراهيم الفقيه، فالأول يتحدث عن ضرورة أن يكون الحل ليبيا وهذا عينه الصواب، والثاني يتحدث عن العودة إلى صندوق الاقتراع من أجل شرعية جديدة، وهناك تكامل بين الرؤيتين وبين المنهجين في تقديري. لكن المشكل أن هذا المنهج هو المنهج الصحيح الأمثل، والأمثل ليس دائما الواقعي، لأنه في الواقع الليبي اليوم من الصعب جدا تنظيم انتخابات عامة. طيب، لأن الشرط المطلوب في نجاح الانتخابات وهو أن يرضى كل طرف بنتائج صندوق الاقتراع غير متوفر. هناك أطراف ترفض أن تقبل نتائج صندوق الاقتراع، إذا كسبت من هذا الصندوق فهي مع الحل، إن كانت خاسرة فهي ترفض النتيجة بالكامل. هذا هو في رأيي سبب التعطيل الكبير الذي تعيشه العملية السياسية في ليبيا. نعم، وبالتالي انتقال الحوار في الداخل ويكون ليبي ليبي دون تدخل أي طرف خارجي، يعني الأطراف هي واضحة الآن، يعني هل ممكنا؟ أعتقد أنه الحل الأمثل كما قلت، ولكن في الواقع الراهن هي غير ممكنة، لأن الأطراف لديها ضغائن نحو بعضها البعض، فعندما تغيب هذه الضغائن وعندما يقبل كل ليبي بأن يجلس مع شقيقه على طاولة واحدة باعتبار أن هذا الشقيق أقرب إليه من أي أجنبي يكون وسيطا بينهما، عند ذاك تبدأ العملية السياسية الصحيحة في ليبيا. نعم،
طيب الكاتب العبيدي عنوان مقاله بالمستعمر يعود بنكهة المساعدة مع التطورات العسكرية ومحاولة سرايا الدفاع عن بنغازي التقدم في الشرق وانحسار التنظيم في سرت، في تقديرك سيد أخشانة، هل أو كيف أصبحت التحالفات الغربية في ليبيا؟ هل تغيرت مع المتغيرات العسكرية هذه؟ التحالفات الغربية لم تتغير، ولكن للأسف الواقع الليبي ما زال واقعا رجراجا، واقعا متحولا خاصة على الصعيد العسكري والأمني، مما لا يتيح انطلاق عملية سياسية. وهذا كما أسلف كما أشار إلى ذلك الكاتبان هو بالأساس يعود إلى الليبيين، إلى أن يأخذوا بأيديهم مصيرهم ومسؤوليتهم في نقل بلدهم من الواقع الراهن إلى واقع آخر درجة بعد درجة، أي مجموعة من الخطوات التي تندرج في خطة وطنية لإخراج ليبيا من الوضع الراهن الذي هي فيه. وبالتالي هذه مسؤولية النخبة الليبية مرة أخرى في أن تجتمع مع بعضها البعض. نعم، طيب يعني هل توافق فكرة الكاتب الفقيه على صحيفة العرب اللندنية الذي قال بأن الاتفاق الذي أوصل المجلس الرئاسي للحكم وصل إلى طريق مسدود والمعالجة لم تعد ممكنة في هذا الموضوع؟ حتى لو لم يصل إلى طريق المسدود فهو الآن في مرحلة تعثر كبيرة، وعندما يشاهد الليبي أن الفترة التي مرت منذ مارس الماضي إلى اليوم لم تحقق تقدما ملموسا ونوعيا في حياته اليومية وفي المشهد العام الليبي، فطبعا هذا يضر ويضعف بالحكومة القائمة. نعم، وبهذا ننتقل إلى المحور الثالث والأخير، ابقوا معنا. تتزايد الضغوط على المواطن الليبي جراء الأوضاع التي تمر بها البلاد أمنيا وسياسيا، وتطالعنا الصحف يوميا بتراكم الأزمات الاقتصادية الخانقة المحيطة بالبلاد، ووصلت الأمور إلى نقص الواردات الليبية العام الحالي إلى النصف لتساهم في زيادة الأسعار ومعاناة المواطن الذي يشكو انقطاع الكهرباء ونقص السيولة وتدني سعر صرف الدينار الليبي. نقلت صحيفة العرب الجديد اليومية عن رئيس مكتب الإعلام في الشركة الليبية للموانئ محمد الجويري قوله إن واردات البلاد من مختلف السلع انخفضت بنحو 50% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب عدم توافر الدولار في ظل أزمة مالية خانقة ضربت البلاد. وأضاف المسؤول في الشركة الليبية للموانئ أن الموانئ التي تعمل حاليا هي طرابلس والخمس غربا والبريغا وطبرق شرقا، بينما الحركة متدنية في ميناء راس لانوف ومتوقفة في ميناءي بنغازي ودرنا. وحسب محللين أدى تراجع الواردات إلى ضعف النشاط التجاري في الأسواق وشح العديد من السلع إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ذكرت وكالة رويترز الأنباء أن الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة تواجه اختبارا حاسما، وهي تسعى لمعالجة انقطاعات الكهرباء المزمنة في البلاد من أجل بسط سيطرتها وكسب تأييد الليبيين من خلال تحسين مستوى معيشتهم. وأضافت الوكالة أن انقطاعات الكهرباء تواصلت خلال شهر رمضان لتزيد صعوبات الحياة على سكان البلاد الذين يواجهون ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف وشح السيولة النقدية، ما يؤخر صرف الرواتب إضافة إلى استمرار الوضع الأمني المتردي. وذكر كاتب أنه بجانب أزمة السيولة المالية وعمليات الاختطاف أصبحت انقطاعات الكهرباء رمزا لمحدودية سلطة حكومة الوفاق في طرابلس، حيث تقع السلطة الحقيقية بشكل كبير في أيدي المجموعات المسلحة. سيد أخشان، أبدأ معك المحور الأخير. مع ما تواجه ليبيا من أزمات، هناك مشكلة اقتصادية مهمة، وهنا العربي الجديد أشار إلى انخفاض الواردات من مختلف السلع بنحو 50% بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما أدى إلى ضعف النشاط التجاري. إذن ما الذي تغير مع وجود المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس؟ لم يتغير شيء، ولذلك فالمواطن الليبي غير راض عن أداء هذه الحكومة، باعتبار أن وجود الكهرباء المنقطعة في الصيف في عز هذا الحر
يعني أن حياة المواطن أصبحت جحيما لا يطاق. وإن عجزت الحكومة عن حل هذه المشكلة فهذه إشارة إلى أنها ستعجز ربما في كل القطاعات الأخرى. أعتبر أن قضية أزمة الكهرباء هي اختبار أساسي لحكومة الوفاق الوطني، لأن وجود وزراء ومهندسين وخبراء في هذه الحكومة يقتضي أن يتوصلوا على الأقل إلى حل مشكل الكهرباء. نحن نعلم أن إنتاج النفط تراجع بشكل كبير وهذا يصعب ربما من العملية، ولكن هناك حلول فنية كثيرة من أجل التغلب على هذا الوضع الذي يجعل حياة المواطن كما قلنا صعبة جدا في هذا الفصل بالذات. نعم، وبهذا سيد خشانة وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أنا أشكرك ضيفنا عبر سكايب من تونس، مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد خشانة، شكرا جزيلا لك. كما ننوه مشاهدينا إلى أن هذا البرنامج يتم بإنتاجه بمعاونة المرصد الليبي للأعلام. شكرا على المتابعة، في أمان الله.